للمزيد ينضم إلينا من وارسو مفدنا أشرف سعد ومن كييف مفدنا إبراهيم حسناوي. أبدأ معك من كييف إبراهيم، وآخر يعني المواقف في أوكرانيا خاصة بعد كلمة الرئيس بوتين قبل ساعة تقريبا. نعم كارولينا، آخر ردود الفعل أو أول ردود الفعل على كلمة الرئيس فلاديمير بوتين هي ما جاء على لسان المستشار الرئاسي بودولياك ميخائيل بودولياك قبل قليل، عندما وصف كلمة بوتين أو وصف بوتين بأنه منفصل تماما عن الواقع وأنه لا يدري بالمعطيات الجارية على الأرض. ذهب أبعد من ذلك بودولياك حينما قال بأن الرئيس الروسي أو أن الرخب الروسية ستغضب جدا من الرئيس فلاديمير بوتين، واتهمه بأنه ربما فقد إدراكه بالواقع أو حتى شكك في بعض قدراته العقلية. هناك أيضا بعض المصادر الأوكرانية التي باتت تتخوف من الأيام المقبلة وما ستحمله، على اعتبار أن فلاديمير بوتين تحدث عن أن العملية العسكرية قد تتوسع أكثر في حال حصول أوكرانيا على أسلحة هجومية من المصادر أو من الدول الغربية، وهذا مطلب أوكراني قديم متجدد ذكره البارحة الرئيس فلاديمير زيلينسكي في محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. وما زالت أوكرانيا تطالب بضرورة تزويدها بصواريخ باليستية وبأسلحة هجومية قد تصل إلى بعض الأهداف داخل الأراضي الروسية، وهي خطوة إن حدثت بالتأكيد تقول المصادر الأوكرانية أن الجانب الروسي ستكون له ردود أفعال قوية. في الجانب السياسي أيضا كارولينا، أريد أن أشير إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية وصلت قبل قليل إلى العاصمة كييف على متن القطار، هي تجري في هاته الأثناء مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ومن المتوقع أن يعقد الطرفان مؤتمرا صحفيا ستعلن فيه عن مساعدات مالية وعسكرية للجانب الأوكراني كما تحدثت عن ذلك يوم أمس، رغم بعض الخلافات الحاصلة داخل ائتلافها اليميني في إيطاليا. أنتقل إلى وارسو مع مفدنا أشرف سعد. أشرف، نطلع منك أيضا على أبرز ما سيتم نقاشه اليوم في وارسو فيما يتعلق بزيارة الرئيس أيضا الأمريكي جو بايدن وما سيتم تقديمه أو الاتفاق لتقديمه لكييف. تذكرين كارولينا قبل عام تقريبا كنا هنا في بولندا وكنا نتابع أزمة تدفق اللاجئين من أوكرانيا إلى بولندا وإلى الاتحاد الأوروبي بعد أن كانت المدن الأوكرانية تحترق بفعل الحرب الروسية، ولكن اليوم وبعد تقريبا عام اختلفت الصورة كثيرا. يأتي الرئيس الأمريكي جو بايدن أولا إلى كييف ثم إلى بولندا لتأكيد أن الدعم الأمريكي مستمر وأن حلف الناتو سيواصل دعمه إلى كل حلفائه سواء لأوكرانيا أو لبولندا في التصدي للحرب الروسية الجارية حاليا. الصورة الآن في وارسو، إجراءات أمنية ربما لم نشهدها من قبل، الطرق مغلقة ربما كما تشاهدون خلفي الآن، أعداد كبيرة من سيارات الشرطة لا تتوقف للحظة واحدة عن التدفق باتجاه القصر الرئاسي. نعتقد أن موكب الرئيس جو بايدن سيمر من هنا بعد قليل، هو مجدول أن يلتقي بالرئيس البولندي ربما بعد 40 دقيقة تقريبا من الآن. اللافت للنظر أيضا أن هذه المنطقة في وسط وارسو مليئة باللافتات الإعلانية التي تقول بايدن اعطي الطائرات F-16 إلى كييف، وذلك بالطبع دعوة جديدة للخطوة الثانية وهي تزويد الجيش الأوكراني بالطائرات المقاتلة. الموضوع الرئيسي الذي ستتم مناقشته خلال اجتماع بايدن مع الرئيس البولندي هو إنشاء مقر عسكري دائم للقوات الأمريكية هنا في بولندا، بالإضافة إلى زيادة عديد القوات الأمريكية على الأراضي البولندية.
وهذا بالطبع ما كان قد أعلن عنه سابقا الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة الناتو في مدريد في يوليو الماضي. بالتأكيد هناك الكثير من المطالب البولندية من الرئيس الأمريكي، ولكن مجرد مجيئه إلى هنا للمرة الثانية في أقل من عام هي إشارة قوية وتأكيد حقيقي على أن الدعم الأمريكي سيستمر ولن يكون هناك تراجع في الدعم الأمريكي. شكرا جزيلا لكما على المتابعة. مفدنا من إلى وارسو أشرف سعد ومفدنا إلى كييف إبراهيم حسناوي، شكرا جزيلا لكما.